بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم على رمز يمكن من الرموز اللي بتكون علامة من علامات الفرج، كمان من الرموز اللي بتدل على خروج الرأي من أزمة أو من مشكلة، خلاصه من هم أو من كرب، كمان من الرموز اللي بتدل على صحة لو كان الرأي مريض وشاف الرمز ده، فمن الرموز المبشرة ليه بالشفاء وبالصحة. برضو من الرموز اللي بتدل على تحقيق أمنية، وكمان من الرموز لو شافتها امرأة متزوجة وبتسعى لحمل أو متأخرة في الإنجاب، فمن الرموز برضو اللي بتدل على ذرية. من الرموز برضو اللي بتدل على أرزاق هيحصل عليها الرائي أو سعة في رزقه، كمان من الرموز اللي ممكن تدل على حصوله على أموال، وفي الغالب الأموال دي طبعا بتكون حلال، كمان ممكن تكون في الغالب نتيجة ميراث. برضو من الرموز اللي بتدل على استجابة دعوة أو قضاء حاجة للرأي. أحيانا الرمز ده برضو بيكون شوية غير محمود، ممكن زي ما هو بيدل على زوال للهم ممكن يدل على مشكلة أو صعوبة ممكن يقابلها الرأي، ممكن تدل زي ما هو بيدل برضو على أموال ممكن تدل على خسارة مال. هنعرف ايه هو الرمز ده، وكمان هنعرف امتى بيدل على الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو رؤية قضاء الحاجة، سواء شفنا ان احنا بنقضي الحاجة في المكان المخصص ليها، او لو شفنا ان احنا بنقضي الحاجة في مكان غير مخصص، يعني شفنا ان احنا بنقضي حاجتنا في الشارع او قدام الناس هنعرف برضو معناها. كمان لو شفنا ان احنا بنقضي حاجتنا بسهولة او ان احنا في صعوبة برضو هنعرف معناها. المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي بتقضي حاجتها اولا بيدل على سعة في رزقها، وكمان من الرموز اللي بتدل على لو كان عندها مشاكل او عندها ازمات، فمن الرموز اللي بتدل على خلاصها من مشاكل او من ازمات. لو شافت ان هي مش قادرة ان هي تقضي حاجتها او في صعوبة في قضاء حاجتها، فللأسف بتدل على عقبات، على صعوبات ممكن تقابلها في حياتها بشكل عام. لو شافت ان هي بتقضي حاجتها بكمية كبيرة، فدي من الرموز اللي بتدل على الحمل وعلى الحمل القريب. كمان لما تشوف ان هي بتقضي حاجتها فدي حياة مستقرة، حياة سعيدة. كمان لو شافت ان هي بتقضي حاجتها فلو ليها دعوة او ليها امنية، فمن الرموز برضو اللي بتدل على تحقيق الدعوة دي. الفتاة العزباء اما تشوف ان هي بتقضي حاجتها فدي من الرموز اللي بتدل على اقتراب زواجها، كمان زواجها من شخص صالح. كمان الفتاة العزباء اما تشوف ان هي بتقضي حاجتها شوية بصعوبة او في مشكلة في قضاء الحاجة، فممكن تدل على تأخر في زواجها للأسف، او وجود عقبات او مشاكل او صعوبات في حياتها بشكل عام. لما تشوف ان هي بتقفل يعني بتقصي حاجتها في مكان مغلق او في مكان مقفول، فدي برضو من الرموز اللي بتدل على الستر وكمان على قضاء حاجة. اما لما تشوف ان هي يعني بتقضي حاجتها في مكان مفتوح او قدام الناس او في مكان غير مخصص لقضاء الحاجة، يعني ممكن في الشارع او في مكان غير مخصص، اولا ممكن تدل على ان هي بتخرج اسرارها لناس ممكن تكون الناس دي غير امينه، يعني فعليها انها شويه تكون حريصه في الحكايه دي. كمان ممكن تدل على اكتشاف امر او معلومه او سر للناس هي مش حابه ان الناس تعرفه. كمان لما تشوف ان هي بتقضي برضو حاجتها فبرضو من الرموز اللي بتدل قلنا على زواج، وكمان على زواج من شخص ممكن تكون هي بتتمناه. المرأة المطلقة لما تشوف ان هي بتقضي حاجتها فده خلاص من هموم، من مشاكل، من فترة صعبة كانت في حياتها. لو شافت ان هي بتقضي حاجتها في مكان مفتوح او قدام الناس،
فمعنى كده ان في ناس بتتكلم عليها يمكن كلام شوية سيء. كمان لو كانت المرأة مريضة او بتعاني من مرض وشافت انها بتكسي حاجتها بسهولة فده شفاء من المرض. كمان من الرموز اللي بتدل على جنيها اموال او حصولها على اموال او على سعة في رزقها. المرأة الحامل لما تشوف ان هي بتقضي حاجتها بسهولة فدي ولادة ميسرة. كمان اقتراب ميعاد ولادتها، لو كانت بتعاني من مشاكل صحية في خلال فترة الحمل فبشارة ليها بان هي هتنتهي. كمان قضاء الحاجة بالنسبة للمرأة الحامل من الرموز اللي بتدل على تحقيق أمنية او تحقيق حاجة او شيء هي بتتمناه. لو كانت برضو عندها هموم او مشاكل او كرب فبشارة ليها بالخروج من كربها او من مشكلتها. كمان بشارة بولادة سهلة زي ما قلنا، وكمان طفل معافى. اما يشوف الرأي ان في البراز يعني موجود في على جسمه او في جزء من اجزاء جسمه، لو شفنا مثلا ان هو في ايده فدي من الرموز اللي بتدل على ان هو بيرتكب ذنوب او معاصي وعليه ان هو يتوب. كمان لما يشوف الرأي ان هو ان في شخص هو اللي بيقضي حاجته فدي منفعه هو هيحصل عليها من الشخص ده. كمان لما نشوف الرأي ان هو ان في شخص بيقضي حاجته في مكان مقفول فده شخص هيقوم بقضاء حاجة للرأي او بقضاء حوائج للناس بشكل عام. كمان لما يشوف التاجر او المستثمر ان هو بيقضي حاجته فده نجاح لتجارته، كمان تحقيق مكاسب وتحقيق اموال. العكس لما يشوف ان هو بيقضي حاجته على السلع بتاعته فده للأسف بيدل على خسارة اموال. الشاب الاعزب كمان لما يشوف ان هو بيقضي حاجته او يعني في رؤية شوية غريبة، يشوف ان هو بيجمع البراز فده اقتراب ميعاد زواجه. كمان لما يشوف الرأي ان هو برضو يعني بيقضي حاجته بكمية كبيرة قوي فممكن دول او وكمان بيقضي حاجته في المكان المخصص لقضاء الحاجة، فمعنى كده ان هو بينفق ماله في محله وعلى احتياجاته ومطالبه. لكن لما يشوف ان هو بيقضي حاجته مثلا في دور عبادة او بيقضي حاجته بكمية صعبة قوي كتير قوي فمعنى كده انه بيصرف امواله او هيحصل مثلا ان هو هيكون في غرامات او خسارة مال او انه هيصرف ماله نتيجة تبذير. اما يشوف الرأي ان هو بيقضي حاجته في البحر، قضاء الحاجة في البحر ده للأسف دل على ضياع مال او خسارة مال نتيجة شخص شوية يعني هو اللي هيكون سبب في ضياع ماله. اما يشوف الرأي انه بيقضي حاجته في الملابس بتاعته او في ملابس نومه بالاخص فدي خسارة برضو مالية. احنا كده جمعنا اهم الرموز اللي متعلقة بقضاء الحاجة، سواء قضاء الحاجة بصعوبة وبسهولة او قدام الناس او في مكان المخصص. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.